يا ولد التقيت بواحد عزيز علي كلش، هذا الشخص احبن اموتا عليه. السلام عليكم، شلونكم؟ شلون اخباركم؟ اتمنى بخير. رجعت لكم في جديد، اتمنى يعجبكم. وياكم القروة علاوي. طبعا مثل ما تشوفون يا ولد، اليوم اول يوم بتركيا، اوكي؟ رايح الشقة تعبت شوية لي قدام، فاليوم يا ولد هسه نطلع وياكم اراويكم الاجواء بتركيا، وخاصة اجواء رمضان بتركيا. فاول ما راح نروح نزين لان شعر مخربط وغاية، وبعدين راح اخذكم بمكان الا بشدة، اوكي يا ولد؟ فهسه رايح الشقة تعبت، وانتظروني شوفوا المكان راح اخذه لكم مشاهدة ممتعة. طبعا شباب طبعا شباب راح احلق مؤيد الغالي، سلم على متابعيني. راح حلاقي الله يسعدكم يا رب. حبيبي هذا عبد يقول له زينه، يقول للمؤيد زيني صلعه صفر. مؤيد ترضى؟ هلا رح تشوفوا شلون حيصير علاوي بتركيا. كفو كفو اللوك الجديد. ترضاها يقول لك زيني قرع وزيني قرع؟ طبعا طبعا. ليه؟ ايه زيني تخوني. تخوني هو زبوني. ايه انا بعطيكم من هذا طلب ما يقل. طبعا يعطيها قلبك زيني قرعه؟ طبعا. على الصفر. طبعا يا ولد مثل ما تشوفون قربوا يكملني. شوف هذا شباب. طبعا انا زيني صار لي ساعه يو اس بي يقول لي زيني صفر. طبعا والله لا شباب انا منتظر 50,000 لايك وازينه والله يمي. طبعا والله الزيان الزيان الا خلق يا اخي. يا خاي سوريين كلهم هيجي يزينون له، بس انت بس انت يزين له والله. كلياتهم عليهم كلهم سوريين معلمين معدلين كمان منهم معدلين. حبيبي والله الزيان الا خلق. يعني اذا بعد اذا اريد ازين اجي من العراق اجي تركيا ازين وارجع للعراق. والله بتنور نورك حبيبي العلاوي. شباب الفيديو هذا اذا وصل 80,000 لايك ازين صلعة. والله ازين علاوي صلعة. لا تعرف عني والله هذا شهر رمضان ازين صلعة على مود 80,000 لايك. بس ها خلال 3 ايام بس. 3 ايام؟ لا 50,000 لايك. انا اقول لك انا زين صلعة اذا وصل 50,000 لايك. والله؟ والله ودار. وانا بحللو بماكينتي. خلص ماكينك ايوه زين صلعة. 50,000 هاي الخاطر على لايك. 50,000 لايك وازينه بس مو صفر صفر. لا صفر ازينه صفر صفر هيش. صفر آه. والله هاي هي صفر. 50,000 لايك زين صفر. خلاص زينه صفر. ما عليكم ان شاء الله. اوكي يا وليد شوفوا هذا الماسك الخلال، وهذا ما اعرف شو اسمه. شو اسمه هذا؟ مؤيد. شو اسمه هذا؟ هذا ماسك للوجه. عملنا له ماسك ومن هذا هذا ماسك للوجه وركزنا له على اللاوي على الاخير. والله شفيده يستاهل يعني. والله هنا يركبونك يعني، مو بس يزينونك يحلقون لك شعرك، لا ينظفون الوجه ويخلون هلا شوفوا بعد الحمام كيف يطلع. عاش يخلون لك منظف وقناع ويعني يشيلون كل شيء، البسامير اللي بوجهك مو يعني بس شعرك يزينونه وهاي كل شيء يسوون لك يرجعون لك عريس عريس. انا هسه لو اروح عند امه ما تعرفني. الله يخلي لك امك. طبعا يا ولد طالعين بطل شنينه. طالعين بطاله لبن. طبعا يا ولد هسه حلقنا ورتبنا وهاي يعني فتشي. شوفوا الحلاق بس ولا هو غطان ب 150 ليره بس ما يخالف نقول اوكي. بس لا والله رتبني يا اخي بالعراق كله ما مرتب هيك ترتيب اوكي. فهسه راح نروح المكان الله اكبر الا بشده. شوفوا منهم منورنا اليوم. اليوم هذا علاوي ابن اخوي. شلونك حبيبي؟ الحمد لله الله يسلمك. هذا علاوي ابن اخوه عبد. اليوم اجانا منين هو؟ شنو من يمنا؟ من يام محافظه المكان المنطقه اللي بيها هو. لا جملك جملك. من جملك اجى البورصه. اوكي يا ولد هسه رايحين المكان الا بشده. فخليكم هاي الفيديو مشاهده ممتعه. يا ولد عبد يقشمر عليه صار له ساعه يقول وصلنا وشوفوا صارنا ايش قد الرحمه لله. على خل اجرنا تاكسي اجرنا تيك تيك. وعلى اساس تندل؟ ما اندل انا ما اندل صراحه انا ما اندل بس اجرنا تيك تيك. ما في تكاتك؟ ما لك تكاتك. اوكي ولد لا ما بقى شيء هذيك اياها هذيك اياها غير شوفوا. لا منا انا فما تعبر. يلا عبر يلا عبر. اوكي يا ولد بس خليكم هاي الفيديو. لا نندعم لا نندعم. هاي بعدك شوف عمي يا وليد. يلا اوكي يلا غصبا عليكم عبرت. خطيه سيارات واكو احنا نعبر.
عمي يا وليد الماي لاي عبد الله سلم لي. وصلنا الحديقه ما بقى شيء بس يا قدام هي شوفوا شوفوا هذا الكلب شوفوا هاو هاو شوفوا وينه هذا هاو شوف شلون يباوع خليكم ويا الفيديو يا ولد حبيت شنو هذا البيت؟ هذا البيت شنو هذا البيت بس تعال فهمني خل اشرح لكم عليه شوفوا بس شوفوا بس خل اراويهم اياه من هنا شوفوا يا ولد شلون مقلوب شوفوا السياره طبعا هذا البيت شوفوا هنا طبعا هو تصميم يعني انه للسياحه من يجون الناس سياحه ويريدون يغيرون جو فد شيء يجون هنا هذا البيت كله مقلوب حتى السياره مقلوب شوف الاسم لا الاسم عدل شباب لا الاسم عدل بس البيت مقلوب يعني بعمركم شايفين البيت مقلوب ماكو بيت مقلوب شوفوا شباب يعني هنا شوفوا شباب هو كان هيجي كان هيجي شوفوا كان هيجي وهاي السيارة الحمراء شوفوها هيجي انقلبت بس قل لي تعال فهمني شلون انقلب تعال انا اقول لك شوف النوع هلو شوف هاي شلون انقلبت تعال شوف انا اقول لك شلون سمعوا بعلوا علوا القروة طبعا سمعوا بيه انه موجود بتركيا ايه تفاجئوا وانقلبوا لا فايش قالوا؟ قالوا خلنا نرتب له مفاجأة حلوة نسويها انه هم ما عندهم بالعراق هذا الشيء فاحنا نريد نسوي له مفاجأة ما موجودة بالعراق قضوا البيت قلبوه اوكي يا ولد هسه شوية وراويكم الاجواء هنا اللي بالحديقة اوكي يا ولد طبعا طبينا الحديقة الاجواء فول العوائل فول الاجواء رمضانية فول فلافل يا اخي فد شيء شنو عمي شوفوا خل اراويكم هاي من هنا هاي شو اسمه ترى ما اعرفه هاي نافورة لا مو نافورة ادري نافورة بس الماي هو شط بالك جيت ما اجيب طبعا بالبصية مال الولد اوكي يا ولد مثل ما شوفوا مش البحيرة هاي هنا العوائل والهاي كلها قاعدة ومرتاحة ومنشنشة وما ادري شني بس العراقي شاب على الضيم بس راح اناشد للعراقيين بس العراقي بس العراقي كاتل الضيم العراقي منه يروح يطلع يحير وين يروح للقاول صاحب الدولة صحيح المشكلة خاف اناشد للعراقيين ومن نرجع يقولوا له ها رحت التركية وظلت تحكي علينا شنو هو؟ اوقف ربك ما لا ماكو سمك هنا انا في تو سمكه كبير راحت منا بس هو كبير شوف وين واصل اوكي يا ولد مثل ما تشوفون الاجواء هنا انا فد شيء فشوفوا هاي هنا كلها عوائل كل من جايب صاحبته واني عبد مقابلني شنو مقابلني كل من جايب صاحبته وقاعد ومرتبين امورهم وهاي الاجواء فد شيء خليني اقلب لكم الكاميرا واراويكم اوكي وليد مثل ما تشوفون شوفوا هذولاك الشباب بوت بوي عمي كان مثل البوت بوي العراقي دين ما باق براسه فهاي الاجواء هنا لوز شوفوا هذولاك هلا وطالعين بلا شنو هذولاك شوفوا الجبل شباب شوفوا هذاك الجبل هذا الجبل بالشده شو يصير؟ هذا كله ثلوج كله ثلوج ما يمكن ما يبين من الثلوج لا ما يبين ايه انا ان شاء الله بالشتاء الجاي ظليت اسحق بالشتاء الجاي اصور لكم اشوف الثلوج هنا شتيدك عبد هاي الحديقه طبعا قريبه على الشقه مالتنا يعني مسافه يمكن نص كيلو مسافه كيلو وين قريبه كلش يعني اذا تصعد بالبايسكل يمكن 10 دقائق او 5 دقائق خمس دقائق توصل لها هاي الحديقه فاكو اماكن يعني فد شيء يعني هاي هنا عندهم لا شيء باعتبار لان اكو اماكن راقيه مثل اسطنبول انقره وهواي شغلات شوف هاي شنو هاي بس لا واحد يطبيها لا بربك ما تطبيها حبيبي تعرف تسبح؟ وين تعرف تسبح؟ تطوف بكرشك؟ يا ولد مثل ما تشوفون شوفوا النخل بس شوفوا النخل هاي هنا كله نخل عبد وخر عبد 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 وخر 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 شو طلع من هناك اوكي يا ولد بس شوف هاي هنا كله نخل يعني كل شيء ما تفتهم كله نخل وكتابات بالورق وما ادري شنو اوكي فراح نطب للمدينه مدينه الالعاب العاب هاي مال اطفال عبد انت يعني انا الطفل ماخذني لها شنو اي مكيف النوبة اوكي ولد شوفوها يا ولد شوفوا هذا شو اسمه؟ محار اوكي انا واحدة بلا زحمة عليها بيدانة بيدانة انا اقول لها بلا زحمة عليها اوكي يا ولد هاي شوفوها ما اعرف شو بدها بيها تمه؟ بيها تمه؟ تجيبها ايش بابا تجيبها ايش؟
بس هاي هيك هيك. يا طعم خيالي. الطعم طيب يا ولد صراحة. هاي بيش الوحدة حلوة. بيش الوحدة عبد. هاي بعد؟ أد هو طالب. أخير واحدة هاي. قل له أخير واحدة بعد ما أريد. قل له أخير واحدة بعد ما أريد أنا. ماذا جون تنوك يا ولد؟ بيش بيش قل له عبد. تقريبا ديركين ونص. ليرتين ونص الوحدة. ليرتين ونص يعني تقريبا أربع ليرات. أربع ليرات ربع دينار؟ اي تقريبا. تقريبا 500 دينار بالعراق. بس شنو يا ولد الطعم مالتها فول فول يعني فتشي فتشي. يا ولد التقيت بواحد عزيز علي كلش. هذا الشخص احبن اموتا عليه بدول قلبك حبيبي. تدري هذا هو؟ انت انت جاهو على راسه حبيبي. وياك علاوي القروي. تريد شداد؟ تريد شداد؟ ما جاي باوع. تريد شداد؟ عالسنا هذا. اوكي يا ولد شوفوا الاجواء هنا. أنا. يا ولد شوفوا هذا باع شوفوا تمام شربت 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 على اكلها. اوكي يا ولد شوفوا اكلها وانصح. اكل بعد اكل 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 يا ولد شوفوا كذا دخان يا رجل. با 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 شوفوا شوفوا ما ها شوفوا دخنك اخذ علاوي بال علاوي واخرب كمامة بالبداية. شوفوا علاوي يا ولدي يدخن. شوفوا 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 خربوا با عشان واحد يدخن فتشي والله. هاي من خلص سووا بيها سنونك عبد الزعطوط والله علاه هو قال اريد شعر بنات. زعطوط تشتري شعر بنات والله علاه قال شنو والله امشي شعر بنات. اخلص انا من العراق من شعر بنات كل ساعة جاني بالغرباء يصيح شعر بنات. دخلوا القناة وشو ايش راح اسوي؟ شو تسوي؟ دخلوا القناة وما عليك. لا لا والله انا قلت له روح جيب شعر بنات وخلي اصورك اضحك عليك. اضحك علي ايش هني؟ لا اطق لا اطق لا اموتك ترى انا عراقي هنا هسه اقبب هاي الحديقة. انا شنو هندي؟ شنو هنداني؟ اوكي يا وليد طبعا الحديقة مساحتها تقريبا يعني اكبر من الناصرية. اوكي يا وليد والله يعني يا اخي شوفوا يعني تفتر بيها شوية وتتعب لان يمكن يراد لك سيارات او دراجات تفتر بيها الاماكن كلها وهم ما يعني ما تلحق. والله يعني كبيرة كلش. اوكي يا ولد طبعا هنا وصلنا لنهاية الفيديو واتمنى يعجبكم ان شاء الله. انتظروا الفيديوهات القادمة بتركيا الا نار. اوكي يا ولد اتمنى لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس بنفس الوقت وخلونا نوصل هذا الفيديو 30,000 لايك. انا قلت لهم 50,000 لايك وزين علاوة صفر. ايه شنو 30,000؟ ايه وصلونا ل 30,000 لايك وشكرا شباب على المشاهدة. مع السلامة باي باي.